السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا طلاب الصف الثامن في حصة جديدة من حصص الرياضيات. اليوم بإذن الله يمس راح نبدأ بمراجعة الوحدة الثانية، وحدة الجبر، ورقة عمل رقم 3. السؤال الأول: اكتشف قاعدة النمط التالي. عندي نمطين بدي اكتشف القاعدة، خلينا مع بعض نكتشف قاعدة النمط. عندي 2 3 4 5 6. بداية قيمة سين، نكتب قيمة سين اللي هي اصلا 1 2 3 4 5. خلونا نلاحظ ايش صار على قيمة سين. هاي قيمة سين، سين بالعدد الأول زادت 1. طب هل بدي أشوف هل القاعدة بتنطبق على الجميع؟ 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 1 5، 5 زائد 1 6. إذا ما هي القاعدة؟ قيمة سين زادت 1، أي قاعدة النمط سين زائد 1. قاعدة النمط سين زائد 1. خلونا مع بعض يمس نشوف قاعدة النمط الثاني. برضو سين عندي 1 2 3 4 5. الواحد ضلت 1، خليني أشوف التنين إيش عملنا بالتنين. طبعا قيمة سين، إيش عملنا بالتنين لصارت 8؟ شو عملت بالتلات لصارت 27؟ شو عملت بالأربعة لصارت 64؟ شو عملت بالخمسة لصارت 125؟ إذن كعبت العدد. 1 تكعيب يساوي 1، 2 تكعيب يساوي 8، 3 تكعيب يساوي 27، 4 تكعيب يساوي 64، 5 تكعيب يساوي 125. إذن القاعدة هي سين تكعيب. نشوف مع بعض السؤال الثاني. اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن. بدي اكتب المقادير الجبرية اللي بتعبر عن العبارات. اشترى أحمد 7 دفاتر من النوع نفسه. إذن إيش السعر؟ سين. سعر الدفاتر سين. وست أقلام من النوع نفسه، سعر الأقلام صاد. إذن سعر الدفاتر سين وسعر الأقلام صاد. اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن ما دفعه أحمد. دفع 7 سين 8 الدفاتر، وكمان زائد دفع 6 صاد 8 الأقلام. إذن المقدار الجبري 7 سين زائد 6 صاد. 7 سين دفع 8 الدفاتر، وستة صاد دفع 8 الأقلام. عندي 2 3 أمثال عدد. عندي العدد بنفرضه سين. 3 أمثال هذا العدد أي 3 سين، مضافا كلمة مضاف زائد، زائد العدد 5. إذن تعبير عن المقدار الجبري 3 سين زائد 5. مثلا عدد، أيضا عدد سين، مثلا عدد 2 سين مضافا إليه 3 أمثال عدد آخر. نفرض العدد الآخر صاد زائد 3 صاد. إذن 2 سين زائد 3 صاد. عندي السؤال الثالث: جد ناتج مائيا. عندي 3 ضرب 5 صاد. بضرب العدد مع العدد، 3 ضرب 5 15، عندي صاد لحالها
بنزلها. إذا 3 ضرب 5 صاد يساوي 15 صاد. نشوف عندي 2 سالب 7 لام ضرب 2، بضرب سالب 7 ضرب 2 سالب ضرب موجب سالب 14، وعندي لام ضرب لام في حالة الضرب تجمع الأسس، يعني لام واحد ولام واحد صير لام قوة 2، لام قوة 2. عندي السؤال الثالث، 4 نون ضرب 6 نون تربيع، 4 ضرب سالب 6 24 سالب، سالب ضرب موجب سالب، نون قوة 1 ضرب نون قوة 2 تجمع القوة تصير نون قوة 3. عندي السؤال الأخير، سالب 12 لام ضرب 2، سالب 12 ضرب 2 سالب 24، وبتنزل عندي لام، تنزل عندي لام. هيك بكون أنا حليت ورقة عمل رقم 3. بتمنى تنقلوها على دفاتركم وتتدربوا على حلها. يعطيكم ألف عافية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.